اليوم هذه الأزمات والمشكلات والخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والغرب بالمجمل الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن نعتبره تفسيراً لتحولها إلى الشرق اليوم وتحالفاتها العديدة مع الشرق؟ تحالفات من مع الشرق؟ تحالفات روسيا مع الصين؟ تحالف مثلاً منظمة شنغهاي للتعاون، هناك منظمات كثيرة ظهرت بين روسيا، الصين، نعم. الهند، نعم. إيران، هناك تحالفات تذهب بها روسيا إلى منطقة الشرق بعيداً عن الغرب، وكأنها هذا هو سؤالي، هل هي تختلق هذه الخلافات، تؤزم الوضع مع الغرب من أجل أن تخلق تحالفاتها مع الشرق؟ يعني اتصور انه في النهايه، وحضرتك يمكن ذكرتي في البدايه وقلتي انه يعني هذا السلوك من قبل الروس كان يعني طمعا في يعني الجزر الغرب وفي ثمه معونات والاستفاده الاقتصاديه، ولكن عندما يعني دارت الدائره وادرك الروس انهم يستطيعون ان يكونون يعني قطبا جديدا مع قوى كما اشرت، سواء كان الصين سواء كان ايران او حتى كوريا الشماليه، وان ثمت يعني اقطاب جديده وتشكيل يعني ملامح لهذه القوه، لم يعد قطبا واحدا، ووجدنا يعني ذلك التقارب ما بين الولايات المتحده واستراليا والمملكه المتحده، وايضا كما ذكرت منظمه شنغهاي والتقارب ما بين الصين وروسيا وذلك الصعود المتنامي للتنين الصيني. اتصور ان التنين الصيني والدب الروسي يعني من الناحية العسكرية يستطيعون أن يواجهوا يعني إيه وأن يتخذوا ذلك المسلك، وندية من الناحية العسكرية، والصين أيضا من الناحية الاقتصادية ومشاريعه الاقتصادية القوية المتواجدة في مختلف يعني بقاع العالم، وذلك التواجد الروسي حتى سواء كان في الشرق الأوسط، في أمريكا اللاتينية، في عديد من بقاع العالم. يعني في تصوري إن كانت مسألة حقوق الإنسان يغض الطرف عنها وأنها غير موجودة ولها مفهوم مختلف تماما عن المفهوم الغربي سواء كان في الصين أو سواء كان في روسيا وإيران وكوريا الشمالية وهذه الأنظمة القمعية التي لا علاقة لها على الإطلاق بمفهوم الحريات السياسية والحريات الديمقراطية وتداول السلطة وذلك النموذج الغربي، ولكنها قد تحقق يعني نجاحات وتواجد ونفوذ عسكري ونجاحات اقتصادية كالصين، ولكن كل ذلك لا علاقة له على الإطلاق بذلك النموذج الغربي.